السلام عليكم البنات، السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم شيوت عفو الشماليه قناتي وقناتكم. اليوم جبت لكم عاد الحراره واحد الكلاص اللي هو عائلي بحجم كبير واللي كيجي لذيذ وكيجي بنين وكيجي معلك البنات، وبمقادير ماشي اقول جد بسيطه ولكن تاي يعني ما بين وبين، ولكن كيجي واعرك ما يحشمكمش قدام ضيافكم وعائلتكم وحتى وليداتكم. ونتمنى يعجبكم وينول الرضا ديالكم. ودوزوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، كنحتاجو كلاص ديال الفاني، بامكانكم ديرو كريم شونتيي غبره ماشي مشكل، هذا كريم كراميل عدلتو دابا تشوفوا معايا. وكنحتاجو جوج كيسان ديال الحليب، يعني كل كرتونه مع كاس ديال الحليب، وهذا اللوز يعني بخاليني ديال اللوز، وهذا المول اللي غنحتاجوه. بامكانكم ديروا حجم صغير بامكانكم ديروا حجم كبير، كيبقى لكم الاختيار. دوزوا معايا نوجدو. اول حاجه كريم، عندي هنايا السكر سنيده عملته في واحد المقله، ما تكونش كتلصق باش ينجح معاكم، ها هو بقى كيدوب معايا وغنخليه يدوب، ما تحركوش حتى لو بقى لكم شي حاجه قليله، عاد حركوه المعلقه الخشبيه. ها هو ملي دابا البنات ضفت لي واحد كاس ديال الحليب، تقطعت لي هذاك المقطع. المهم الكاس ديال الحليب كتبقاو تحركوا، راه هو كيرجع يدوب واخا يتحجر معاكم، راه كيرجع يدوب. هانتوما شفتوا بقى لي غير واحد شويه راه عيدوب ما عيبقاش، وضفت واحد نص كاس ديال الحليب مع معلقه ديال النشا. كنتمنى التفسير ديالي واضح. ديك الساعات ملي بقات كتختار هيدا ضفت واحد القليل من الزبده، تكون حيوانيه ما تكونش نباتيه. صافي وكنحرك حتى كدوب ليا الزبده وكنطفي البوطه ونخليه يبرد. دابا نحضر معاكم اللوز، بخالين ديال اللوز كندوب تا هو سنيده في المقله يعني كراميل، حتى كيدوب ليا البنات عاد كنضيف ليه اللوز ديالي. كيجي هاد الكلاص واعر واعر البنات، كنتمنى تجرب. بعد ما داب ليا السكر ديالي ضفت ليه اللوز كيف ما كتشوفوا معايا، شبره غير بيد وحده وكندير بيد وحده. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى نحرك اللوز ديالي مع داك الكراميل، كنحركو مزيان حتى كتحسوا بداك اللوز بدا كيطيب ما كيبقاش خضر. صافي كيبقى يتحركيه، راه ما يتحرقش ليكم بالعكس كيجي زوين. كنطفي عليه البوطه وعنفرش الالومنيوم ونحطه عليه يبرد. هاو البنات حطيته يبرد، وعاد نرجع نطحنه معاكم. كنبغي نختصر لكم باش ما نطولكمش الفيديو. هاو البنات كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل، كيجي واعر البنات، تقدروا تسوقوا بيه، تقدروا تاكلوا هيداك، المهم نوقا واعره. صافي كطحنو طحنتو وحطيتو على جنب، هو اللي وريتكم في الزلافه. دابا نرجع للطريقه ديال التحضير، راه ساهله وبسيطه ماشي ما فيهاش شي تعقيدات بالعكس. كنضيف الكلاص ديالي جوج ساشي الكلاص ديالي، وكنضيف الحليب يكون بارد البنات، ومن احسن تا اخرين بردوهم ديك الساشيات، انا ما بردتهمش ولكن ماشي مشكل. صافي كنبقى نخلط البنات شويه بشويه، عا كنبقى نزيد في السرعه ديال الخلاط. في الاول كنبدا غير بشويه بشويه، في الاخر غنزيد في السرعه ديال الخلاط، وعبقى نطلع الكلاص ديالي. يعني ماشي بالضروره يطلع بحال كريمه عاقده، لا بالعكس خصو يبقى بحال لاموس. صافي البنات دابا انا طلعت الدرجه ديال الحراره ديال درجة الحرارة، مدوش عليا الدرجة ديال الخلاط يعني في الماكسيمو. صافي كنبقى نخلط البنات حتى كيولي لي واحد الخليط متجانس، واحد الخليط ملموس يعني متلمس بحال لاموس. وعاد نضيف لي الكراميل ديالي اللي حضرت، يمكنكم تضيفوا اللي كيتباع ماشي مشكل،
انا عدلته بيدي، وضيفوا اي نكهه بغيتو، المهم انا بغيت النكهه ديال الكراميل وديال اللوز، بخليني ديال اللوز، كيجي واعر البنات، والا جربتو راه اكيد هيعجبكم. صافي البنات، بعد ما خلطتو كيف ما كتشوفوا معايا، وعاد كيوجد يعني واحد 4 ساعات 5 ساعات كيكون واجد الا عملتو في الفريغو. بغيتو تبيتو ليله كامله ماشي مشكل، بغيتو ديرو في البواطات، بغيتو اللي بغيتو ديرو انا سبق لي شاركت معكم لي كلاص ديال لي فغوي، شاركت معكم كلاص ديال فلوم، دابا بغيت نشارك معكم هاد الكلاص اللي هو حجم عائلي وتقدروا توجدوه للعائله للضياف، واكيد انا قلت لك معايا حشمكم شي نهائيا، كيجي واعر وكيجي راقي لا في المنظر ولا في كلشي. صافي البنات، ضفت الكراميل ديالي، ضفته خويته، وعاد بديت نخلط. دابا غنضيف ديك اللوز ديالي اللي طحنت، كيعطي واحد المذاق واحد اللوغو واعر. بغيتو تضيفو كاوكاو اللي بغيتو، ولكن اللوز المذاق ديالو واحد اخر. بغيتو تضيفو البندق. صافي البنات، هو داك الكلاص ديالنا، شفتو كيفاش كيجي؟ كيجي على هاد الشكل هذا. غنستمر في الخلط حتى ينسجموا ليا اللوز والكراميل مع الكلاص. كنكون ديك الساعه موجده الليمون ديالي اللي عملته انا السيليكون، عملته كبير حجم عائلي كيف ما وريتكم في الاول. غنخويه فيه وغنديرو في الثلاجه يبرد كيف ما كتشوفوا معايا البنات. بهذا الشكل هذا خويت الكلاص ديالي، وعندي ليه سلوفان بلاستيك غذائي وعنديرو في الفريغو، وديك الساعات غنقلبو ونقدمو معاكم. بقاو معايا وتشوفوا معايا الطبق ديال الكلاص كيفاش كيجي. صافي البنات، غنديرو بلاستيك غذائي ونديرو في الثلاجة ونرجع لكم بالشكل النهائي. هاو البنات كيف ما كتشوفوا معايا، على روعه وعلى شكل، واكيد اللذة واعر 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 واعر. كنتمنى تجربوها البنات وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده. زينتو باللوز وزينتو بالخطوط ديال الكراميل كيف ما كتشوفوا معايا، وتوما زينوه باش ما بغيتو، مع انا درت ليه اللوز والكراميل، زينتو باللوز والكراميل. وديروا لي لايك وديروا لي كومونتير يكون زوين بحالكم باش نبقى ديما نجيب لكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.